بس لأجي من المدرسة بيجي بساعد أمي بتطبيق العريش. طب عريش مشان نصرف نصرف على حالنا. ما بحب طب عريش بالبيت بقى، بحب بغني وهيك وارسم. مدرستي ما أحلاها، قلبي مولع بهواها، وما بكرة بكي عزقزقة العصافي. هون ما في حدا يفعل اللي عندنا نشاطات، نحن نتعلم نشاطات، نلعب لعب هيك ونغني، نلعب طمينة. حب تصير دكتورة. أول مشروع لجمعية لوياك مع اللاجئين من بعد ما كانت المشاريع كلها مركزة على الشباب اللبناني وتحضيرهم لسوق العمل. رح نحكي أكثر عن هالمشروع يلي رح يبدأ نهار الثلاثة المقبل مع سالي حمود المديرة التنفيذية لجمعية لوياك بلبنان. أهلا وسهلا فيك يا سالي، دايما عندنا محطات ثابتة صار معك. صح، لازم. أكيد، لأن المشاريع كتير بتقوموا فيها. هلأ المشاهد يلي شفناها من مخيم كفر زباد، وهو أول مخيم رح يبدأ المشروع فيه. مزبوط، تفضلي. هيدا اول مشروع مثل ما حضرتك ذكرتي، هيدا اول مشروع مع اللاجئين لوياك بتقوم فيه. سبب ليش بلشنا نلتفت لمشاريع مع اللاجئين، لانه بتعرفوا الازمه اللي نحن عم نمرق فيها بعالمنا العربي طولت شوي، يعني بطلت سنه سنتين ثلاث سنين، فصار في حاجه للنشاطات تعمل نوع من الاندماج الاجتماعي بشكل عام، وبشكل خاص بتساعد هاللاجئين على انه يتسلحوا بمواهب، يتسلحوا بتولز اذا بدك بادوات، حتى يخلقوا نوع من الريزيلينس مثل بيقولوا لها، يعني قدره على انه يكونوا عندهم ليونه بهالمجتمع اللبناني. فوحده منهم هي الفنون. الفنون كلنا بنعرف قدرتها على انه تساعد الانسان على امتصاص الصدمات، على انه يقدر يكمل بعد الحروب، بعد الصدمات الاجتماعيه، صدمات السياسيه اللي كلياتنا اللي كلنا عم يمرقوا فيها. اوكي، هو مشروع كرفانات متنقله. صحيح، مزبوط. بيعلموا الاطفال الفنون من مسرح للرسم، هلا بنحكي عنهم بالتفصيل، بس ليه اخترتوا مخيم كفر زبد تحديدا؟ مخيم هيدا مخيم كتير صغير، بضم حوالي 220 عائله، وما في كتير التفات له من قبل الجمعيات العالميه، فعنده نوع من اذا بدك الخصائص اللي بتميزه، اللي هي انه العيال بيعرفوا بعضها، ما عم توصل له كثير مساعدات، ونحن في حدا من المتطوعين بلويا كان سبق وعملوا مبادره هي توزيع مزبوط على هذا المخيم، فطلعنا نحن كلويا زرنا وزعنا ثياب، وزعنا حتى احتياجات اطفال، محفظات لحليب لغيره، لقينا انه هيدا المخيم فينا نبلش فيه هذا المشروع، لانه ممكن اذا حصرت المشروع باول 6 اشهر اللي هو البايلوت بروجكت، ممكن نحن نقدر نلمس النتائج على صح. على هيدا المخيم. هي قافله وحده او رح يكون في قافلات؟ هيدي قافله وحده، القافله الوحده فيها 3 كومبارتمنتس، يعني ثلاث قافلات، ثلاث مقطورات. اول مقطوره رح تعلم مسرح، ثاني رح تعلم رسم، ثالثة رح تعلم موسيقى. هلا مثل ما شفتوا بتحسوا انه يعني الاطفال صاروا يقولوا ايه انا ممكن بدي غني، ممكن بدي ارسم. عم تقول انا ما بحب يلي عم بعمله مع الماما. صح، كيف بساعدها. هذا الشيء يعني اللي هن عم يعملوه طبعا مع 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 مراعاتنا للخصائص تبع المخيم وتبع حياتهم للاجئين، بس هذا الضغط يلي عايشين فيه ممكن يولد عنف، ممكن يولد عدم تقبل الآخر، زواج مبكر، انه كثير اشياء يمكن مشاكل. مزبوط، يعني هذا المشروع عم بيرجع للبنانيه بشكل غير مباشر. أكيد. يعني كمان عم بيكون افاده للشعب اللبناني. بالزبط. المشاهد اللي عم نشوفها شو هي؟ هذا مشروع اسمه هومز، هذا نحن بلشناه من لما ابتدات لوياك بال2009 بلبنان و2002 بالكويت وبالاردن. هو عبارة عن مبادرات شبابية لترميم بيوت لعائلات متعففة، يعني عائلات بحاجة. فهذا المشروع نحن قمنا فيه بصيدا من حوالي 8 سنين. الشباب قاموا هن حددوا مين هن البيوت يلي بحاجة لترميم. عائلات عايشة بظروف مش كثير منيحة، رطوبة،
برد بصيدا هون بصيدا يعني بقلب المدينة مزبوط. يعني مش بالضواحي لا هيدي بقلب صحيح. طيب خلينا نسمع شوي سالي. أنا جاية من جمعية اسمها لوياك أهلا وسهلا حابين نرمم لكم المطبخ والحمام أنا مليت من الحاجة ما أكثر الشيء أيوة حابة نسوي حتى أجي ثاني يوم حتى كانت قدرة إلهية إنه بعدك هذا المشروع كان من 8 سنين سالي بعدكم بتتابعوا هالعيال هالاماكن يلي رممتوها هلا نحن عنا اتجاه اخر يعني هلا عم نتجه لترميم مدارس مثلا اللي هي بتستقبل طلاب لاجئين وغير لاجئين لبنانية وغير لبنانية هلا نحن عم نركز كمان على الطلاب يلي هن عم بفوتوا على سوق العمل عم نشتغل حتى على مشاريع مع الفرع تبعنا بالاردن يلي بعتقد مؤخرا رحنا بالشهر الماضي اللي قبله نحن قمنا بترميم مدرسة كمان بتستقبل اللاجئين بالأردن فدايما في عنا شراكة مع التشابترز الباقيين للوياك بس هيدا المشروع اجت فكرته للتركيز على اللاجئين لأنه مثل ما ذكرتي بدأ ترجع نتيجته على اللبنانيين يعني بخفف من العنف بخفف من المشاكل بين اللاجئين واللبنانيين بصير اهتماماتهم أكتر صح. لعمرهم يعني بالنهاية ونحن صراحة نحن الرؤية تبعنا انه لما بدنا نقوم بهذا المشروع بالمخيم كفر زبد على 6 شهور نحن رؤية تبعنا انه نقدر ننقل هيدي المعرفة لسكان كفر زبد يعني نحن بدنا بنهاية المشروع بعد 6 شهور يكون عنا اشخاص من هالمخيم عندهم مهارات يقدروا يعلموها بكرة لأهل هالمخيم نزلتوا على الأرض أكيد عرفتوا كم ولد فيه عرفتوا على كم ولد هلأ فيه بالمخيم نحن عنا هلأ نحن عم نحكي في عنا 50 ولد عم يتدربوا على كرياتيف دراما وفي عنا نحن حوالي 120 كيف عم بيصير هن عم يختاروا الموضوع تبعهم؟ عم نترك لهم الخيار لقلهم يعني بالنهاية هن ما بيعرفوا شو يعني كرياتيف دراما فعم نشرح لهم شو يعني كرياتيف دراما ما بيعرفوا شو معناتها تتعلم موسيقى وقديش بتفيدك يمكن ما يكتشفوا هالمواهب بحالهم بس عم بيحبوا؟ عم بيحبوا كتير بتعرفي بالنهاية ما عندهم أي شيء آخر يعني الكرفان صارت بالمخيم كرفانات صاروا بالمخيم صار في 2 كرفانات بالمخيم اليوم طالع الثالث جايين متطوعين من الأردن من الكويت من طبعا من بيروت من كافة المناطق بقلب لبنان راح تاني نبلش نحن نعمل تزيين للكرفان يعني بدنا حتى الأولاد هن يعطوا رأيهم بكيف بده يكون شكله الكرفان من جوا كيف بده يكون فعم نجرب قد ما فينا يكون انكلوسيف يعني هذا المشروع اذا الله رد طبعا حلوه هالبنت اللي بالمخيم هي وحده من 4 اشخاص صورناه هون كل حدا عنده قصه كل قصه بتسمعيها بتقولي يعني ولما نقول طفل يعني من اي عمر لاي عمر انتم عم تتوجهوا احنا بنبلش من 4 سنين لل 17 يعني حتى عم نجرب قبل ما فينا يكون في فئات عمرية متوزعة ونوزعهم مع متطوعين وأساتذة أساتذة مثلا نحن عنا تانيا صالح هتكون واحدة من الأساتذة اللي هتدرب الأطفال على الغنى وكمان رح هي تزين الكرفانات بالكرافيتي لأنه هي كمان فنانة كرافيتي في عنا فنانة اسمها أميرة بهبهاني كويتية كمان جاية من الكويت رح تالي تدربهم على الرسم في عنا الفنان جمال سليمان يعني في عنا الحلو انه في عنا اشخاص معروفين فنانين بيؤمنوا بقدرة الفن على تغيير الانسان حابين يكون لهم دور بهذا المشروع قد ايه هالمشروع سالي ممكن ينتقل كمان على غير مخيمات يعني من بعد كفر زبد وين ممكن تكون هذا لازم ينتقل لغير مخيمات
بس نحن قلنا 6 اشهر رح تالي يكون في امباكت اكثر مع هالاطفال او مع هالاشخاص. اكيد هالمعلومات كلها تعلق فيهم ويضلوا هن يرجعوا يكفوا بطريقه مستقله نوعا ما. فان شاء الله بعد 6 اشهر رح ننقل على مخيم اخر بمنطقه لباع، ونحن طموحنا ننقل على بيروت، ننقل على مخيمات برج البراجنة طبعا مع لاجئين اخرين، ننقل على طرابلس، ننقل على عكار. يعني بس رح يبقى محصور هذا المشروع باللاجئين مش حتى بالعائلات اللبنانية الفقيرة. هلا نحن ما عندنا مشكلة يكون في عائلات لبنانية حابة تبعت اولادها يتعلموا، لانه هذا الشيء بالعكس بيغني المشروع. بس نحن الدليفربلز تبعنا اذا فيني اقول هن اللاجئين، لانه ما عندهم اي ادوات او وسائل اخرى. نعم. بالوقت أوكي. الحالي. يعطيكم ألف عافية سالي حمود المديرة التنفيذية لجمعية لوياك بلبنان، عن جد عم تعملوا شغل كتير مهم وكتير حلو للاجئين ولا أيضا للشعب اللبناني والشباب. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك سالي. نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، أكيد الختام مع تقريرنا الرياضي بكر. لا ما في، لا ما في، ما بقى في وقت خلص، سالي أخذت كل الوقت. يلا منشوفكم بكرة بحلقة جديدة، انطرونا. باي.